عشر صدق عشر عشر يا بغاط والله ما خلاص والله نزلت وش والله ترى تجينا بمشاكل ترى زين بالله مالك وماله والله يا على خشمي مخدوم على النبي يقولوا يلا على صوت السلام ويلا كما اجمعنا في ذا المكان الله يجمعنا في دار كرامته امين بكفي المطاليق خدمه ولا ان يطلق منهم لكن خنجر تخدم لا سيوف صلوا على النبي صلاة السلام النبي النبي طبعا رجع امسكه كذا منسخه يا الربع لكم منا ثنتين ها الاوله الاوله كما قال الرسول اللهم صل على إيه عشان هذه كانت الفتوى يعني وبارك عليهم واجمع ما بينهما في خير بارك لهم بالمكان بارك لهم بالمكان والثانيه معنا بشت على منكبك يا ابن يا ابو ايش ابن مجنح ابن مجنح ابن فمك ابن مجنح ايوه نعم هاي استاذ نعم ونعم عليكم زوج هذا في علمنا وزايد اعفاكم عفيت ولا شر جيت ولا شر جاكم يا ابو مدين ولا من يقول يا رجال شر جايينكم كم من العزور ثول والبندق للثوم والبندق للثوم دقيقه خل خويك يتكلم انت خلصتوا اسلم اسلم عطنا هذا اول شيء الله يحييكم عشان الحين مرحبا والله ومسهلا والله يحييكم جيتوا وبديتوا اللي عندكم مرحب. وتقلمتوا مرحب. والله يطول اعماركم انا خدم المطالق ذا ولا اني بطلق منهم هم مطلق مني واحد ورا الثاني تدي شك تديني لا تجاوز واحد ورا الثاني لا تجاوز لا تجاوز لا تجاوز لا تجاوز معك اثنين مصيفين اما بالنسبه الباب العطا في حال فين من رجال قبلكم والباب ذا مسكر اما بالنسبه الغيره ومن قصائد فالله يحييكم وقلطوا مرحبا الناس اما العطاء والله ما يجينا عطاء اما عطاء والله انه مقفل الباب والله انه مقفل الباب انا افزعك الله عاد يجي عاد صح؟ يا عاد انت تبي الحين يا سلام الله على المهم يا صنع يا اهل العداسه واهل الشباب عطانا وين بعدين بعدين معنا عطانا مش عارف ابي تدخل اصبع من فيه بالله ما جملت والله لا الرجل اللي قبل ولا اللي بعد نعم اسمع نبي يعلمنا ترى كفو عليك زوج يلا نبي نلعب الحافل التكري يلا الربع الصوف 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 شهراني الان كلنا الان اي كله مصر نفسه سلم الان اسمها عرضه